مع ارتفاع درجات الحرارة وخروج العائلات من شهر الصيام، تشهد حديقة داسليا بارك ستيف توافدا كبيرا للعائلات الصيفية وكذا الولايات المجاورة، على اعتبار أنه المتنفس الوحيد للأطفال بعد إغلاقه لشهور طويلة بسبب جائحة كورونا. فارس شايب تجول داخل هذه الحديقة وعذرنا بالتالي. عايشه في الصيف، جبت الدراري نحيو شويه ديك الروح، يلعبوا شويه. واش نديروا؟ لازم نخرجوا شويه. الدار 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 الدار، لازم شويه الدراري يلعبوا. بارك تاسليف راه في وسط حال لولادنا، في وسط حال يتحركوا شويه هكذا يلعبوا، لانه حنا كيما عرفوا الصيف راهي مسكره، ما فيهاش ليسباس فيها هكذا، ولا تقريبا المتنفس الوحيد هو البارك لهنا. كيما انا كبيره لازمني ندير بابات، فوالا نسيتها في الدار، شريت وحده من وجبنا الاولاد وحوسوا ولعبوا وكلش. بارك ستيف غني عن تعريف كما يقولوا، راه معروف 48 ولايه معروف، والحمد لله هم يجيوه بارتو من 48 ولايه يحطوا لهنا، واستقبال جيد، وحنا ناس ستيف ان شاء الله نستقبلهم. قالاش الاخر راهم كيخاوتنا ورانا بلاد وحده، وربي يدوم المحبه ان شاء الله. بون احنا مدينا تعليمات كمسؤول تاع الشركه، الاعوان تاعنا واللي راهم واقفين على الالعاب بالالتزام التباعد الاجتماعي مع وضع الكمامه، وكما راكم تشوفوا الزيارات العائليه راهي يجونا كامل من 48 ولايه يجوا هنا في الحديقه تاع